حبه ما يهز أي شيء. شفتوا الخوات والأخوان؟ الخوات والأخوان علاج من هموم الدنيا، الخوات والأخوان عزوة وقوة وسند وزينة أتزين فيه في الفرح، وتباهى بأخواني وتسند عليهم وقت المواقف ووقت الضيج. الأخوان والخوات نعمة من رب العباد، هدية الله عطاني إياها، مكسب في الدنيا. ليش أنا أخسرهم على فلوس أو على موقف أو على كلمة قاصرة أو على كنة قيورة أو نسيب أناني أو على أي سبب من أسباب الدنيا؟ وأهما نعمة من رب العباد. أنا ترى ما أنكر إن في ناس قطاعتها بينها وبين أخوانها بالعشرات السنين والسبب قوي، لكن هل فكرنا أغفر زلة أخوي وجوره وظلمه لأن أهو مهم في حياتي؟ هل فكرت أتقاضى عن زلة أخويتي لأن ما تكمل السعادة إلا بوجودها؟ ليش أنا أضعف حتى رابط العائلي وأمنع روحي إن أستمتع فيه على شيء زايل، على شيء مرد بينتهي ولا مهم في الدنيا مثل الأخو والأخت؟ هالدم اللي يجري في قلبي يجري معاه، يحس فيني من غير ما تحكى، يهم حزني وهم فرحة. هذه الأخوان والخوات. عضيدي صلاح يقول الله يسلمه: الخوات أمهات، وصدق الخوات أمهات يملكون نفس إحساس الأم ويخافون على أخوانهم مثل ما الأم تخاف على عيالها. وأنا أقول حق أخوي صلاح وأقول لكم ترى الأخوان أبهات وما يتخيرون في إحساسهم عن إحساس الأبهات. في الختام ربي يحفظ لي عضيدي صلاح وعبد الرحمن اللي الله عطاني إياهم هدية واللي هم أبهاتي ما هم أخواني، ويحفظ لي إخويتي خلود اللي الله عطاني إياها هدية وعوضني إبها وما تكتمل سعادتي إلا بوجودها في حياتي. في الختام ربي يحفظ لي أخوانكم وأخواتكم، لا تفرطون في هالعلاقة القوية اللي ما تنتهي بأي موقف في الدنيا. واستودعتكم اللي خلقكم واحد أحد عيونه ما تنام.